مختارهم وقد مغلسي واكرا حلقي أبا وحيا بفضل إن لك على عبن جري وحسكار الدعين أما واسكا وربطنا يا مرمر حتى علومة الفيلم إيقا فكرت أول مرة وحان أصنع يا علومة من يعفية جزاكم الله خير أنت أسكتي مركان أن أقاذي رنتي أكبر وفر حسان هاي جلسة أنا وجلسة أولية هذا هو فرح سنة هاي علماء اللي نوي ما ذان وان نبي سنو أنا إيو شريف كا وحن راي وزارة دانو ووزارة هو نصيب بدن حي لي شريف با وحال وصور دي وزير رضي هذا هو فرح هاي وزير كحجين كا به سا شريف سيد علي رحمة الله عليه صاحب بانا هين أنا دور كازمير أو دور جوجو شاسر يتدور ويسخر نورايا ودرس وآخر سنة وعبادة سنة صبح شيء يسوي إجري أصحاب الكهف ما بردين بوكي روح والله إله من عرس رد صاحبان علماء وحان رباك جلسة وكل جلسة أولية ووزارة ووزارة ديني أنا أقول أردي دينا نحي مشايخ ذي يظن ويفا لذاع ومحتب برني فنتي وحان رباك ulumada sida laga filayo hadii inta kalaba ay heshiiso shaki waxaan lahayn ulumadu inay ka fiican tahay dhanka heshiiska iyo wax wada qabsiga inay uga fiicnaan doonaan inta kale maalin dhowid bacdu ulumada baan u sheegay anagu baarlamaankii baan soo ansixiyay laakiin wasaaradaydu waxay u baahan tahay ulumada inay ansixiyaan marka ulumada waxaa dhawaa horta inay ansixiyaan waxa naloo magacaabay midna lillaahi baan idinku sheegaya anigu wasaaradaan ma codsan muftaaraha حمسي ما نقول جري أفر ساعة صبحي وحلا ما قاعد عاي شن ساعة قال لي وعي وحفيز رئيس الوزراء قال لي وعي وحال يقول لي كو حربات هاي الله وعقوق هذا السياسي قال لا سدح أن وزارة دا سالو بيبي وحان الرحبا علماء دينا لسكوة ضف وانا صوبة لان قاعد علماء دا قارب عن اسمها ظلني مرة قدتك قارب وضا درين قالي وحان كوري نحن علماء دا كم بدوان صرف ريسان استقالي ميني برا شهر تيرها إن عم بالي يري بيان مرق خوري اللي قد يدي نهر تغالي أبصر رنتي إلى وقتي هذا ويدين دعنا ويقررتي وحوغان ورمضوا وكرر عنه وحبان زياد سنة وحوغان مقر الحمد لله تعالى مرق وحان هبا ولو ما دين وحبان إنه نوضو القاتان وعان تشمع ورأيه نبيو أرتسيدي نبيو تلدي نبيو تصالحين وزارده أي كسعته وزارة دانو من النقطة وزارة وفي عن وزارة ده وإذاكم مركز كنتي سبب كينا بعد الله هاي أي قصة عطوا إساس كل نقطة وزارة قصة خليص أي نقطة دولة دوحة نوشة جاي توقيت عن الدين في أسوأ جيستين ووزارة ده وزارة ده وزارة ده بقى هو هو سيال وترين جري إلى كل قاعدة دونام بنوشة جاي حنوشة جاي مفتينا يربان إلى السمايا مجلس علماء مجلس فقهينا السمايا إلى يربان runtii waa waxaan hore u dhahay saana uu islaahay hadaan leeyahay khilaafay tamarka waa waxaan u baahnay culimada iyaga waxa laga rabaa midnimadooda iyo kelimadooda inay iyaguna yeeshaan maalin uu wasaaradda tartay xil baa la wareejinay ra'iisul wasaaraha joogay oo baashay runtii waxaan u maleynayaa laba wasaaradood buu tagay inta kale ku xigeenkiisa ma cid kale tagaysay runtii wasaaradda uu dhigay kadib waxaan ku iri wasaaradda cadaaladda qorsaaray tan oo qofti arrimaha diinta waxaan ku ra'iisul wasaaraha wasaaradda meesha ma lahayn haday laba isla degayaan korkeeda lahayn baan ku jiraa waan iga dhilaa waan dhigi doonaa waan ku celin doonaa waliba waxaan ku fakarayna haday soo rogo wasaaraddu in dhul iyada u madax bannaan ayeel dowladdu dhul baa buuxo ur inayna siiso annaga isla qaab ku dhisanay umaddana dhexgelina waaba dhisan karna maalin dhoweyd shalay baan joogay wasaaradda تقريبا محمد كوي توسع في دم بابو سوغاري حتى مسجد يرى كوي قالوا يسلم نوال الدنيا مسجد بملا على وزارة دي وقصد حتى مسجد ما راح نسمع ولما دي قال غير هوا وزارة دي إن أي هذا هو كوي يا شاب هو وزارة دي والله أي وكيل كوي يا رتو ووكيل كي دين تا ودت هو عادي وخير وشاب إن أي كوي يا رتو مقام كي يقول غير ما وما دام تحذير أنا أقول لك رجيم دب ماله مختار وانين شريف وانين بيجي وتجايا لكن ما حاكمنا لأن هو حنو حرام حلو ولا قط ولا بس بري هذه لجوء إلا إصلاح إنكار عن إصلاح إن شاء الله تعالى قبلنا ما ندوه نتريد إن جت صالحنا جسدا من هو أولي كل شيء جينا هو اللي جسنا إن ما حرمنا أن جرين علماء دو كودي أو ما ضح بنان أي حلال
way cadeeyaan wixii sawaabka ahna ay cadeeyaan. runtii waxa maanta jiro taagan iyo dalkan xasilintiisa culummada wax ka qaadan karto iyadaa xasilin karto runtii hadday iyada u midowdo mashaakilkaas oo dhan uu dhammaan karaa. waxaan isleeyahay insha allahu tacaala culummadeena aan mar labaad iyo mar kaleba aan ka codsanayaa in ay noo naseexeeyaan, madaxweynaha baabkiisa waa furan yahay, u tagaan ra-iisul wasaaraha, u tagaan wasaaradda, ay yimaadaan wixii rushmuuntii diinta in la wada xoojiyo. jazaakum allahu khayr. warkaygu ma badna, hortiin inaan ku hadana ma ahayn, waa la ikalifay hawshaas un baa la yidhi culmadii isku ahaayooba u adeeg. waxaan ahay insha allahu tacaala khaadim culmada u adeegi doona xaggeedana insha allahu dhibka ma filaysaan. jazaakum allahu khayr.